مشاهدينا الاعزاء متابعينا الافاضل مستمعينا الاعزاء اسعد الله مساءكم وجميع اوقاتكم بالخير والمسرات احييكم واجدد بكم الترحيب ضمن هذه المنافسات وهذه التحديات على ارضيه ميدان البصير حيث نشاهد وياكم هذه الاسماء الكبيرة والشعارات المثيرة التي تحضر وتتواجد من اجل الناموس والانتصار اعلنت مشاهدينا الاعزاء اشارة البدء قبل قليل لشوطنا التاسع للاجذاع القعدان وهو الشوط ما قبل الاخير متمنين لكم التوفيق والسداد والنجاح اسير بحضراتكم لكي ناخذ جوله تعريفيه لسكان الصداره الاولى البدايه والمقدمه من ينطلق في هذه اللحظات ينطلق هنالك حوم محمد بن راشد بن علي بن محمد الف هيدي من يقدم لنا حوم من يجول على المركز الاول وعلى الصداره ولكن ثاني الاسماء القدوم والوصول من قبل هنالك مميز من يصل ويتواجد في هذه اللحظات بريك بن عجيان بن بريك بن مجدور الغفنان من يصل ويتواجد على المركز الثاني بينما ثالث الاسماء ارى القدوم الواصل في هذه اللحظات البصير عبد الله بن محمد بن حسن الكربي من يصل في هذه اللحظات ويقدم لنا اسمه وشعاره على المركز الثالث بينما رابع الاسماء القادم والواصل من الجانب الاخر يصل حمران حمد بن محمد بن حمد بن جلاب المري من يصل من يتواجد ويفرق صفوف في هذه اللحظات ولكن خامس الاسماء ارصد لي يا مخرجنا هذا الاسم القادم والواصل في هذه اللحظات يصل ويتقدم هنالك المنتصر عتيق بن فران بن عتيق قال بريد المري من يقدم لنا اسمه وشعاره في الخمس النجوم المتقدمة في الدارك العلوي من الأسماء الكبيرة من الأسماء المثيرة والشعارات الحاضرة والمتواجدة من أجل البقاء والبقاء للأقوياء مشاهدين الأعزاء متابعين لفضل هنالك أسماء لم يحن قدومها على هنالك على الدارك العلوي وسوف ترونها بعد قليل عند الامتار الاخيره الله يا هذه الاسماء ولكن عوده عوده للصداره والمقدمه الاولى يا اخواني من ينطلق من يتقدم هنالك حوم حوم ولا زال ماسك وقائد لهذا الشوط بانطلاق محمد بن راشد بن علي بن محمد الفهيدي من يقدم لنا حوم بانطلاقه المتميز والفريد من نوعه ولكن القدوم والوصول من يشكل الخطر ويقرع طبول التحدي في هذه اللحظات يصل ويتقدم هنالك المنتصر من يتجاوز ويستلم زمام الامور بانطلاق عتيق بن بهاران بن عتيق آه آل بريد المري من يقدم لنا المنتصر مع المركز الاول ولكن ثالث الاسماء القادم والواصل في هذه اللحظات يصل حمران بانطلاق حمد بن محمد بن حمد بن جلاب المري من يقدم لنا اسمه وشعاره بينما رابع الاسماء رابع القادمين والواصلين يصل حمام اللي ما جبناه لطاري يصل شعارك يا ابو هادي اسعو بن هادي بن فيصل العجب الشهواني من يصل على المركز الرابع ولكن خامس الاسماء خامس القادمين خامس الواصلين من نختم به النداء يا اخواني يصل ويتقدم هنالك البصير عبد الله بن محمد بن حسن الكربي من يصل ويتقدم على المركز الخامس هكذا مشاهدين مشاهدينا الاعزاء متابعينا الافاضل ذعنا على مسامعكم الخمس المراكز الاولى المتقدمه وها هو نداؤنا ومن هنا تحول ومن هنا عود والعود واحمد خلوني يا جماعه مع المنتصر الذي لا زال يقود ومستلما لزمام الشوط وزمام الامور بانطلاق عتيق بن فران بن عتيق البريد المري من ينطلق ويندفع والعصا قوس والعصا في البطان وروس. يا البريدي روح ولكن الاسماء والشعارات يطالبون بالناموس كما تطالب يا ابو فران وصل وتقدم في هذه اللحظات وصل شعارك هيدي بتحديات حوم محمد بن راشد بن علي بن محمد الفهيدي من يصل من الجانب الاخر ويغير مجريات الشوط ولكن القادم وال واصل في هذه اللحظات يصل بصير من طلاق عبد الله بن محمد بن حسن الكربي اللي واصل في هذه اللحظات وصل واهل الطرايب يا اخواني كيلو متر اخير كيلو متر خطير كيلو ما بعد كيلو وصله واهل الطرايب وصلت الاسماء الكبيره وصلت الشعارات المثيره وصل شعار يا العطية عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية لا سلكي واصل في هذه اللحظات الله يا هذا القدوم الله يا هذا الوصول في هذه اللحظات الأسماء والشعارات تتصارع من أجل البقاء تتصارع من أجل من أجل الناموس والانتصار ولكن ولكن لسكي ينطلق ويندفع على المركز الاول الله يا لسكي روح للناموس روح روح للانتصار روح ال 400 متر الاخيره الخطيره المثيره ولكن ولكن لسكي راح للناموس راح للانتصار بشعارك العطيه روح للناموس روح ترفع لك القبعة يا العطية من قدم لنا لسكي عند الامتار الاخيرة عند الامتار المجنونة سلام يا سلكي سلام سلام يا ابو خالد سلام من قدم لنا لسكي عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية خط النهاية يستقبل هذا البطل تهانينا والفي مبروك لمالك لسكي عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطيه بينما ثاني الاسماء كان همام سعود بن هادي بن فيصل العجب الشهواني وثالث الاسماء كان البصير عبد الله بن محمد بن حسن بن محمد الكربي ورابع الاسماء كان نايف كردي بن محمد بن كردي بن تويم ال بن خامس الاسماء وكان على المركز الخامس نجد صقر بن حمد بن صقر الغوانم المريخية التوقيت الزمني لحظة وصول هذا البطل تسعة دقائق ستة وعشرين ثانية واثنين وثلاثين جزءا من الثانية متمنين لكم التوفيق ونجاح <applause>